جد شي قلك. صباح الخير، صباح الفل الناس الكل، صباحكم دقلة وحليب. الحامل تقوم برحلة عمل على أمل أنك تستفيد من خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك. الثور قدامك، فرص عمل اليوم لازمك تخليها سرية وبعيدة على عينين الحساد. الجوزاء برشا نزاعات بشتوفة كنت تعاني منها في مجالك العاطفي، حاول ابعد عن الانفعالات اللي توتر علاقتك بالحبيب. السرطان باش تلقى روحك وسط أزمة وتتعدد المسؤوليات وتدخل بعضك، حاول إيجاد حلول. أنت يا أسد اليوم عندك ربح وإلا فرصة لمواصلة مشروع غالي على قلبك، وأنت عندك ديناميكية كبيرة نجم تهزك وين تحب. العذراء تتسلم رسالة من الشريك تجيب لك معها خبر مهم يدخل البهجة لقلبك وتقرر أنك تكافئه. الميزان معاملة الشريك مزيد من الليونة والشفافية تأسس العلاقة ثابتة ومتينة بيناتكم. العقرب تسترجع القوة متاعك بسرعة، وهذا يشير الفرصة مالية مميزة واستثمارات هائلة. قوس يا قوس، كانك ماكش مخلص مع الشريك ماذا بيك تصرحوا بمشاعرك تجاهه، وإلا الأمور باش تتعكر برشا. الجدي الجدية اللي ظهرتها في الخدمة تنعكس عليك إيجابيا، وهذا باش يعاونك في التعامل مع الزملاء بثقة. الدلو تعبر على روحك بمهارة وتبرز مواهبك الكل، ووقتها تكون انطلاقة مهمة ليك. ونختم بالحوت ونقول له تتخلص من بعض التعقيدات، وماذا بيك تبدل شوية في عيشتك وتعرف كيفاش تتصرف في حياتك اليومية. هذا برشكم شنو قلكم اليوم صحرا، تعطيكم برشا بوسات وتقولكم استنوني غدوة في برجك شي قلك. برجك شي قلك.